طالما القاضي ما قال عنه متهم وهو بالقفص فهو بريء، وبالنسبة إلي هو بريء. بس سيدي هدول التافهين بعدوك عنا. تسلم إيدين اللي ضرب هالمجرم، شكراً إنه خلاه يحكي. أنا حياتي قضيتها عم حارب الخارجين عن القانون، وبعرف إنه العدالة ما رح تسود أبداً، لكن مع كل هالشي كنت آمن بالإنسان، لهيك ما بسمح تنتهك حرمة، وما رح أقبل بدليل إجا بعد تعذيب شخص أياً كان. الدليل دليل سيدي، ليش مين هنن هدول؟ ناس مجرمة وحقيرة. اسمع حمدان، دليل ما له طعمة. سيدي أنا آسف، نحن قلنا هيك لأنه منحبك، ما في عنا نية تانية. وأنا آسف يا ممدوح، لأنك هيك ما بتعرف كيف تحب كمان. حضرة المدير لحظة. تفضل احكي. معك حق، هذا لا يعتبر دليل، بس أنت برأيك صح أنك تنسحب بسرعة؟ أنت بتعرف أنه هالشي مؤامرة. طبعا بعرف. طيب ليش عم تنسحب بسرعة وعم تتركنا بنص الطريق؟ لا تقول هيك حضرة المدعي العام، أنا ما تركتكم بنص الطريق، نحن من سنة مع بعض، شي مرة شفتوني إني تراجعت؟ أكيد لا. اشتغلنا كل هالأيام سوا، اشتغلنا على الكراسي وبالساحات، شو النتيجة؟ يلي على الكراسي انتقموا منا وسحبوا إيديهم مني، أساس أنا كنت عمود القسم عندهم، على أساس الدولة ساندة ظهرنا، شو صار؟ سألتك حضرة المدعي شو صار؟ معك حق بكل شيء، وهذا الشيء عم يصيبنا كلنا لحد اليوم، ما عم يتعاقب إلا الأشخاص يلي ما إلهم ذنب بشيء أبدا، ونحن لما عم نمسك المذنب الحقيقي عم نصير مذنبين كمان. من شان شخص بحب الكرسي طلعت واحد بلا ضمير ولازم يتم فصلي من الشغل لأني مخالف، هذا اللي حرق لي قلبي. انطعنت بظهري حضرة المدعي العام، هذا هو الألم، الغدر بيوجعني وأنا ما فيني أتحمله. لك شو هاد يا رنا؟ نورا لهلا ما أكلت شي؟ بنتي استني شوي. بالله نورا انت زوتيها كتير هيك تحي. نورا 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 بنتي نورا ايم تطلق من الغرفة هاي؟ نورا نورا وينك؟ يعني أنا بلشت عصب. ها وينك أنتي؟ هدى على الأغلب البنت هربانة. وين هربت يعني؟ ما بعرف. تخبصي ليه كمان هون؟ شو اللي عم يصير معنا؟ نورا لوين ممكن تروح البنت؟ أنا ماني مصدقة، تخيلي إنه بابا يلي بيحبني كتير وبحياته ما خانقني ضربني كف. ما تستقلي بالمشاكل اللي عند أبوكي، بتصير هيك شغلات، ليش مكبرة القصة كل هالقد؟ رايحين على أرض روم يا مريم، شو قليلة هاي؟ أكيد هو مضطر لهالشي، لا تحمليها. أختي روحوا لحالهم، أنا ماني رايحة لمحل. لا تحكي حكي بلا طعمة نورة، شو رح تعملي لحالك؟ إذا طلعتي ولا نزلتي بيضلوا أهلك. طيب أنا شو بدي أعمل؟ هلأ مو أنتي بالنسبة إلي أغلى رفيقة؟ إيه مزبوط. إذا هيك ليش أنتي ما عم توقفي معي؟ بوقف معك بس كيف؟ اعتبري الليلة نمتي عندي، وبعدين؟ أوف يا والله ما بعرف، رح ألاقي شي مكان. تعال نشوف البنات كيف الحلوين؟ ليش الحلوين واقفين لحالهم؟ تعالوا نتعرف على بعض. إلعي يا زنخ، فرقي معك نورة. إذا ما تشتغل فيها الله يعين. عمّة شو مجنونة؟ شو قلنا لها؟ أنا بقول لك لا تروح، حتى لو غلط حدا، بنهاية هالدولة هي دولتنا. هالشي مزبوط، بس القصة إذا الدولة ما رح تعطينا فرصة ما فينا نعمل واجبنا بالزور، لهيك أنا بكرة راجع على البلد. هلا القضية صارت بين إيديكم، كمان ممدوح راح يسد عني، وإذا ما كان ممدوح في عندك هاني. ما شاء الله الكل هون بيحبوا وطنهم. بلاك ما بنعمل شي لأنه سر قوتنا بوجودك معنا. لا تقول هالحكي، نحنا كلنا كنا نسند بعض. يلا سيدي. أنت شو اللي جابكم لهون؟ والله سمعنا أنك رجعت على الوظيفة، جينا لحتى مبارك. يلي قالك عم يكذب. سيدي لحظة بس، لحظة لحظة، أنت ليش ما رجعت على وظيفتك؟ شو عندك؟ لا تكون ناوي تتحسن علي بشي شغلة؟ لا أكيد لا،
أنت ما بتعتبر غريب. واحد بعت لي سيدي وفيه اعترافات لشخص. الشخص تحت التعذيب قال شغلات بتبرئني من التهم تبعي. حلو كتير الحكي. شو الحلو يا غيس؟ هذا اليوم لأول مرة بحياتي بعمل شي وبندم. ضربت بنتي اللي بحبها كتير كف وزعلتها مني. حسيت مثل اللي عم يطعن حاله يا غيس. زعلتني سيدي. على كل مثل هيك شغلات بتصير كتير. كف واحد عذبني هيك. بس اللي معذبني هو الظالمين اللي برا، اللي بيقدروا يخطفوا الناس ويعذبوهم وبيعطوا لحالهم حق انه يحاسبوا الناس، خاصة انه هالناس عيونهم مسكرة، دائما مفكرين انه شغلهم صح. بالاخر مو كل الناس بتتفق على معنى الصح. ناس بتعمر مدارس وناس مساجد وناس بتعذب ناس. انت بتحبني شي؟ طبعا سيدي، طبعا انا بحبك. الناس اللي بيحبوني بدي منهم شغلة وبتمنى يلتزموا فيها، وتحديدا انت. شو هالشغلة؟ في كتير ناس بيفكروا انه عملوا منيح بس بيكونوا عم يأذوني، وبدون ما يحسوا بيحملوني حملة تقيل على ظهري. انا اللي بتعذب بعدين، ما حدا بيكون عارفان هالشي. لهيك طلبي الوحيد اذا عن جد بتحبني انك ما تعمل منيح معي. ممدوح، ممكن لحظة بس؟ خير حضرة المدعي. نجيب متضايق كتير، بس ما لازم نترك الشغلة. شوف لي وضع المحامي، عرف أي شيء. ولا يهمك حضرة المدعي. نعم هدى. نورة مو بالبيت. نجيب، نورة مو مبينة. كيف يعني؟ ما بعرف، طالعة بالسر من البيت ومسكرة تليفونها كمان. طيب طيب أنا جاي فورا. شفتوا تحت الطاولات كمان؟ اي نعم معلم. تواليتات والحمام، خليهم يدوروا بكل خزانات المي كمان. خضر أغلو، انت خليك واقف معهم، ما بتعرف شو بصير. خدوا الهويات من الكل، فحصوهم. معلم ريح بالك. كيف ريح بالي؟ طبعا مو انت اللي طلعت الجثة بفرشته. يلا خد الرجال على المكتبة فورا. معلم عندي اخبار منيحة. قولها فورا، هاد أكتر شيء أنا بحاجته هلأ. تفضل معلم. هاد وكر الدود. الدود؟ ما فهمت شو يعني؟ مركز الاي كي تي، يعني هذا وكر غيس. عمري 25، لون عيوني شو كان؟ لون عيوني شهل وبالشمس بيصيروا صفر واحيانا خضر، وبالليل عيوني سودا. باختصار ما في مني بالسوق قطعتين. هواياتي التزلج، التنس والمسرح. خير يا خيري، عم تساوي بحث علمي من وراي؟ ايه نعم صحيح هيك شي.
سيدي أنا عم شوف التقارير الاستخباراتية تبع الشباب. وقت اللي كنت عم بتأكد في حدا حكاني على تشات ولقيت إنه مو حلو يسكر بوشه. من هواياتك التزلج لكان. وين تعلمت؟ ليكون بساحات سويسرا. لا لا لا، أول الشارع في حديقة أطفال، بيكون اتعلم هنيك وهو صغير. خيري؟ خيري شوف، صدقني بشيل راسك هذا عن كتافك، عقلك لازم يفكر بشي مفيد وبس. بتول وينه؟ هي جوا سيدي. ليك جوا. منيح. ماشي. احكي لي يا ابني، هاي الأستاذة ساوت مشاكل بغيابنا شي؟ صرخت ورفعت صوتها شوي بس بعدين هديت. ما عم بفهم ليش كل هالنسوان شاطرين بالعياط وبس، يعني شو رح يفيدن الصريخ؟ اسمعيني، هلأ رح تحكي كل شي بتعرفي بدون ما تنقصي ولا حرف واحد، وما تخليني اتضايق، لأنه نحنا مو من مبادئنا نعذب النسوان. صح كلامي يا ثابت؟ والله بالنسبة لإلي أنا ما عندي هيك مبادئ. يا ثابت آغا، من هلأ ورايح المبادئ يلي أنت بتطبقها هي رح تكون نفس مبادئي كمان، رح تشوف. إلي فترة عم بتحرى عنه وأخيراً لقينا مكانهم. بهي الليلة، بهي الليلة تحديداً بدكن تخلصوا عليهم. هنن عددهم كبير شوي وأغلب مقاتلين مدربين، بس نحن عددنا أكبر طبعا. شوفي شايفك متردد، اسمعني يا بيكهاز، على طول بتجيب لي هيك مخططات مثل هاد، هالمرة ما رح أقبل أقل من جثة غيس قدامي وإلا بنهيك. رح أقدم لك إياها على طبق من ذهب، أنت لا تشغل بالك، حتى الفريق صار جاهز. شوفوا، عبارة عن جيش صغير مدرب بشكل ممتاز، كله من شبابنا اللي اخترناهم من شركة التأمين تبعنا، يعني هاي المرة غيس ما عنده أي فرصة. حلو كتير هذا المنظر، حلو كتير. معلم، برأيي خلينا نبلش من هلأ بالتحضير لاحتفال الليلة. أنا كنت حابب أسألك سؤال، بتقول من مبارح ما في منها أي خبر أبداً، يا ترى معقول تكون وقعت بين إيدين غيس كمان؟ إذا هيك فالوضع سيء كتير، خطتنا بحرق الباص رح تخرب من أساسها. لا ما بتخرب أبداً، أنا زبطتها، لقيت الشاب اللي اسمه وسيم. منيح. بعت له زلمة من عندي وعطيته كل تعليمات كمان، رح يساويها الليلة. شي حلو كتير. ما في خبر ممدوح؟ ما في سيدي، بلغت المخافر كلهم ما بين شي لهلأ. ماشي ماشي، بس إذا سمعت شي خبرنا بخاطرك. ماشي سيدي. اتصلت كتير على التليفون بس ما عم تجاوب، يعني نجيب بدنا نضل عم نستنى خبر؟ شو ساوي برأيك؟ ممدوح بلغ المخافر، المدينة كبيرة، وين بدك روح دور؟ كيف ما سمعتوا؟ كيف ما شفتوها وقت طلعت؟ والله رح تجننوني. نورة ما عندها رفيقة بتروح لعندها دائما؟ بلا عندها، في مريم، هي أقرب صديقة لإلها، اتصلت بس ما قدرت أحكي معها. وما في عنوان. بابا بعرف بيت مريم، مرة زرناها بعد المدرسة. يلا خلينا نروح هلا، جيبي مفاتيح السيارة. صحيح والله نسيت، ما أنا سلمت السيارة مبارح. شو هالقصة يعني؟ فيك تاخد السيارة تبعي؟ شكرا أنا. العفو. يلا روح يلا. روح يلا نجيب. نجيب
أول ما تلاقيها خبرنا فورا. حاضر حاضر. لا البنت يا نجيب، والله خايف يكون صاير لشي لا سمح الله. يا هدى مشان الله خلاص رح ألاقيها إن شاء الله، فوتوا لجوا بلا ما تبردوا. يلا يلا بابا. يا مجنونة، نحن تأخرنا كتير، عتمت الدنيا ولساتنا برا لهلأ. امشي بقى. لوين رايحين؟ منروح لعنا. وإذا بابا أجل عندكن على البيت؟ يعني شو رح تساوي؟ بدك تضلي بالشارع؟ أوف منك، لا تضغطي علي، ما بعرف شي. ايه بس أنا بعرف، أنا قلت لك ما بدي أرجع. طيب شو بدك تعملي هون؟ الحق مو عليك، الحق علي اللي اتصلت فيكي أصلا. من شان الله بقى نورا، هلأ زعلتي مني لأني ما بدي إياكي تضلي بالشارع؟ بترجاكي تعي معي، خلينا نروح على البيت قبل ما يصير معنا شي. روحي لحالك، مالي جاي. ماشي مثل ما بدك، إن شاء الله ما بتندمي بعدين. أختي بدي أندم، روحي وتركيني. تنظيم عم يراقبنا، اليوم إجانا موظف من القيادة. إذا نجحنا بهي العملية فرح نكون خطينا خطوة مهمة رح تفيد كل الشعب الكردي. فهمت؟ ايه فهمت. طب شو خطتنا هلا؟ بدنا نحرق باص البلدية، أنا بقطع الطريق وبعد ما أرمي أول مولوتوف بيجي دورك. والناس اللي بالباص؟ آخر همنا هذا الشيء، يلي بينفد ينفد والباقي إن شاء الله يحترق وما يضل منهم حدا. منه بكون انتقمت لأخي، ومنه منكون ساوينا عملية كبيرة باسم التنظيم الكردي. والمكان وين؟ كادي كوي. المكان زحمة كتير، يعني معجوق. هذا بيتهم؟ ايه هاد هو بابا. تفضل. انا نجيب يلمز، ما تذكرتوني؟ انا ابوها لنورا، رفيقتها لمريم. ايه تذكرت، خير يا سيد نجيب. صارت مشكلة صغيرة بالبيت بيني وبين بنتي نورا، زعلت مني شوي، طلعت من البيت وسكرت تليفونها. قلت لحالي بلكي بتكون عند بنتكم. ولا مريم لسه ما اجت لهلا، اتصلت قبل شوي قالت لي انه على الطريق وما حكيت شي تاني ابدا. فهمت عليك. طيب انا بعتذر لاني ضايقتكم. اه ليكا اجت مريم. عمو نجيب. مرحبا مريم، انا اجيت مشان اسالك عن نورا اذا بتعرفي وينها. بنتي كنتوا مع بعض شي؟ السيد نجيب قلقان عليها. هلا اليوم نحن كنا مع بعض، بس هي وينها هلا؟ اخر مره تركتها بكاديكوي على الساحل، قلت لها تجي معي بس هي ما قبلت وتخانقنا شوي. فيك تاخديني لعندها؟ ايه طبعا بتقدر. شكرا. العفو. يلا نروح. شو اللي عم تعمله انت وياه؟ شو هدول الاناني؟ هاي شغلة مالك فيها. انا سمعتكن عم تحكوا عن تفجير الباص. روحي من وشي. يلا انت مالك علاقة بشغلنا. يا ابني الله يرضى عليك، فكر لا تعمل شي يأذي الناس، هيك رح تخلوا الناس تتقاتل مع بعضها. انتي لا تتدخلي، عم نصفي حساباتنا. عجبتك عيشتنا بلا هوية وبلا بلد؟ امشي روح. يا ابني لا تعملها، انا بترجاك لا تعملها. بعدي. ابني استنى شوي. يا ابني وسيم لا تعمل هيك، بترجاك لا تروح، ما فيك تعمل هيك، ما بسمح لك. والله أنا ما بسامحك أبداً. ما بدي تسامحيني، الحليبات يلي أنا شربتهم رح أرجع لك ياهن، لا تخافي. أصلاً نحن ما تعترنا وتعبنا غير بسبب الخوف اللي ربيتونا عليه. الله. هدول أجرموا بحقنا، لا أدوا البيوت على راسنا. ابني وقف. خلاص ابني حلي عني بقى. يلا نروح بلا ما ناس تجتمع. لا تروح. هون؟ ايه كانت هون. انا كنت مخبيته هون حتى ما يشوفه وسيم. نجيب يا الماس. قلت لها روحي على البيت ما قبلت، وقلت لها تعي على بيتنا كمان ما قبلت. انا اسفه عمو نجيب، يا ريتني خبرتك من الاول. ما دخلك يا بنتي.
نجيب يلمز. يعطيك العافية، هي أنا زاهدة. أنا أمه لوسيم. تذكرتني يا ترى؟ طبعا ذكرتك. شوفي يا زاهدة، وسيم هذا الولد الغبي عم يخطط لشي مو منيح بالمرة. حمل حاله هو ورفيقه وراحوا. أنا متأكدة إنه هنن رح يعملوا شي يأذي الناس. تعرفي شو رح يساووا؟ كان في معهم أناني مع باية، وعلى الأغلب رح يفجروا باص. ماشي، أنا رح شوف الموضوع. لا تقلقي أنت. شكرا كتير على اتصالك ست زاهدة. طولنا ما هيك؟ عمو بقي شوي، نحنا كنا واقفين هني. شو صاير بابا؟ لا تسأل، خلينا نلاقي أختك هلأ. لوين بدي روح هلأ؟ تأخر الوقت كمان، أكيد ماما قلقانة كتير هلأ. امشي. ماشي ممدوح، حاول تعمم الخبر على الكل، خبر الإسعاف لازم نحترس، على الأغلب أنه رح يفجروا شي باص. ايه وأنا عم دور على نورة، أنا بمكان كانت قاعدة فيه هي ورفيقتها مريم. ماشي بخاطرك. مو هون، راحت. متأكدة كانت هون؟ طبعاً، يعني قبل ساعة بالضبط كنا اتنيناتنا هون. ليش تحمليني كل هالهم يا بنتي؟ حسب مو متذكر، جوزك كان قاعد على نفس الكرسي اللي انت كنت قاعدي عليه هلأ. بالأول قال ما رح يحكي شي. ايه، وساعتها أخذنا وقت من هون لحتى صرنا رفقات. طبعاً ما تاخدر فيه إلا من بعد قتله، وطبعاً هو حبنا كتير بعد هالقتلة المرتبة، وقال رح يعترف بكل شي. مو معقول قديش تشجع وقتها. بس مات قبل ما يحكي، فجأة وقع على الأرض وجسمه مبخش بالرصاص. انتو جماعة حقيرين، رح تدفعوا تمن هالشي غالي. أنا رأيي تعترفي بكل شي قبل ما نصير رفقات عزيزين يعني. لا لا، أنا حبيت لهي المرة كتير. اسمعي بتول خانم، هلأ عم قلك خانم، بعرف أنك أنت كمان مسؤولة عن هاي الشغلات اللي عم تصير بالبلد. أنا رح أنصحك هلأ، كل شي أنت بتعرفيه بتقوليه بدون ما تنقصي ولا حرف، وإلا رح نصير رفقات مقربين. للأسف يلي بيصيروا رفقاتنا ما بيكون عمرهم طويل، حبيت ذكرك بس. أنا ما بعرف غير أنه إذا ما صار ثورة بهالبلد ما رح يزبط شي أبداً. وأنا بعرف أنه إذا رح تبلشي بهالموال رح يكون صعب تطلع عايشة من هون. تركي قصص الثورات على جنب هلأ، الماركسيين القدام صاروا رأسماليين، ما عندك علم يعني؟ نحن صرنا 30 سنة عايشين على أنهار الدم بهاي البلد يا ست الحسن، الشعب مانو بحاجة للثورة يلي بيعملوها أمثالك، فهمي وليك؟ وهلأ حكي لي عن محاولة اغتيال محمود طوروك بالتفصيل الممل. شكلك بتعرف أنا مين، وأكيد بتعرف شو هي الصلاحيات اللي عندي بالضبط. أنا عبد مأمور، لا بحل ولا بربط، لهيك لا تستنوا جواب على أي شيء مني أنا. إذا ما استنينا الجواب منك، من مين بدنا نستنى؟ الجواب عند أركان كوندو، تنظيم السري اللي بينظم كل مشاكل البلد. وكيف طبيعة التنظيم هاد؟ هو مثل عنقيد العنب، خلايا كتيرة مرتبطة ببعض. مثلاً أنا ما بعرف إلا بكهاسو، بس هو اللي عطى فريقنا مهمة اغتيال محمود تورك. طيب محاولة اغتيال محمود تورك، شو كان هدفكم منها؟ لو نجح معنا اغتيال محمود تورك كنا رح نكون نجحنا بحشد ما لا يقل عن مليون شخص، مشان يشيعوا جسمان ويهتفوا، وكانت كل المحافظات الشرقية والجنوبية عم تشتعل هلأ. طبعاً، وبنفس هذا الوقت راح يتم قتل السياسيين العنصريين بالطرف المقابل، وراح تشتعل بيوزغات وجناك كالي، وساعتها الأتراك راح يسوروا وراح يهجموا على الأكراد كمان. ها؟ وصارت الحرب الأهلية. بدايات الكبيرة للتغيير ما بتصير إلا بالدم والدمع، هذا عنصر أساسي للثورة. محمود تورك كان صار البطل الثوري للشعب التركي والكردي سوا، وهو نقطة البداية تبعنا، وحتى كان ممكن نعمل له تماثيل. خرسي يا حقيرة، عن أي بطل ثوري عم تحكي أنت؟ شو هالثورة هي؟ كل همكن تسقطوا الحكومة وتخربوا سياسة الانفتاح تبعنا وتعملوا فوضى بكل البلد، هذا كله لتفضوا الساحة لرجال المافيا تبعكن وتسرقوا ثروات تركية وتخربوا البلد، هذا هدفكن ما؟ ما
ما تخبي الحقيقة وراء إصبعتك. حكومتك فاشلة وحرامية سلفاً، ونحن من شان سقط هدول فاشلين لازم نتعاون مع جهات خارجية لتساعدنا، وهالشي ضروري لأي ثورة شعبية. لسه بتقلك ثورة، ثورة عم بتتاجر بدم الناس وبس. أنتوا هدفكن القتل، عم تقتلوا السياسيين الأتراك والأكراد، وعم بتحرضوا التركي على الكردي والكردي على التركي. طبعاً الطائفية جاهزة، بتحرضوا العلوي على السني والسني على العلوي، ويا محلى الثورات. ولحي على أنهار دم ما بنشفها أي شيء، ما هيك؟ أنا مالي علاقة بشي من اللي قلته هلأ. شلون بقى مالك علاقة؟ أنت محرك أساسي بالشي اللي عم يصير، وهلأ بتقولي مالي علاقة؟ أي يعني معقولة هيك؟ منيح، طالما أنتوا عم بتدوروا على شهيد للثورة، أنت بالنسبة لهم أهم من محمود ترك، معناها ladies first، يعني السيدات أولا. تعرف هنيك على هالفكرة يا سيد ثابت. سيد ثابت، أنت عن جد طلعت زلمي جنتل. شكرا لك سيد غيس، وأنت كمان حقيقة واحد مجنون كتير. استنوا استنوا، لا تقتلوني، بترجاكم لا تعملوها، بترجاكم لا تقوصوني. صاير الواحد إذا بدي أكل لحمة مشوية بده معاملة. شوف هاللحمة عم تعلق، إذا ما حطينا السجاءات على جمر المنقل. وبعدين قلبناهم هيك وتصير الريحة تنتشر بكل مكان. هاي اللي اسمها لحمة. صح وهنا معلم. افتحت أمك لشوف. بدك تاخد مايونيز؟ ها شوي معلم. خود هاي المايونيز. شغلنا صعب الليلة، بدنا نداهم الايكيتي وراح ناخذ الجسس. نورا نورا يا نورا استني. حبيبتي نورا. شو بدك؟ لا تواخذيني، أنا شبهتك لبنتي. انتبه لكان. بابا هدول عم يلحقوني. الله يسامحك يا مريم، لازم روح من هون فورا. عفوا يلا رح نبلش. ماشي. لوين بدها تروح بهالوقت هاي البنت؟ ما بعرف، الله يسامحها على الشغلة اللي ساوتها. انت ما شفت كيف لعب فريقنا وفوت اول هدفين؟ يا اخي هنن ما عم يخلوا سميح ينزل باللعبة. اي والله هيك غلط، عن جد ما عم بفهم ليش. وليش ما تفهم؟ هنن اذا ما حطوا الفاشلين كيف رح يبيعوا اللعبة؟ هي أساليبهم ومنعرفها. سيدي شو ما بدك قول، المهم ربحنا. انت اشتغلتي عن تنظيم إرهابي. استنوا، ونحن حكمنا عليك بتهمة الخيانة، وعقوبة الخيانة هي الإعدام بمحكمتنا. لا تعملها، بترجاكم لا تقتلوني. عندك كلمة أخيرة؟ أرجوكم ترحموني لا تقتلوني.
خلونا نحكي ونتفق، لا تتصرفوا هيك بترجاكن. لا تقتلوني، بدي أعيش بترجاكن. خلونا نوصل لحل. لا تقتلوني، ارحموني. لازم ما تقللوا من أهمية الفريق. خلصني بقى. وسيم، لا تنزلوا من أي سيارة أبدا. جاهز؟ مريم انتبهي على أيمن. حاضر عمو نجيب. يا الله، حاسه كانه بابا جاي لهون. يا بضاي خلينا نمشي بقى. والله تجمدت، الجو مثل البوز. رح نتحرك بعد شوي. ايه يلا، والله تجمدنا. عمو قديش بدك لحتى تمشي؟ يعني هلا لوين راح بابا؟ هلا بيرجع. يلا معلم، والله صارت قلة ذوق هيك. معلم نحن مستعجلين، لازم دائما هيك. واخيرا شفق علينا. ما بمشوا الا بصياح. يلا شباب، حرام عليكم. يا اندال عم يحترق يا جماعه. بابا يلا يهرب. الله يلعبكم. بابا مشان الله ساعدني. يلا اطلعوا اهربوا. مشان الله يا بابا. لا تخافي، واحد مغمى عليه. بدي نورا. بابا عم يحترق. امشي، خلينا نهرب. ساعدونا ساعدونا يا عالم. ساعدني بابا. بعدي من هنيك. عم احترق. نورا، يا ناس الحقونا. بنتي بابا رح احترق. ان شاء الله ساعدني. ارجعي لورا حبيبتي. بابا بعدي عن النار. عم بساعدني. كلكم ارجعوا لورا. عم بحترق يا عنا. حاولوا تكسروا الشبابيك. بابا ساعدني. فتح الباب. شو عم تسوي؟ يا اخي ما عم ينفتحوا. الله يخليكم. سووا شيء. لازم تسووا شيء. ساعدونا، رح نموت هون. حاولوا تكسروا الشبابيك. يلا سياتنا مع بعض. انتبهوا من الدخان. شو عم تساووا؟ قوموا كسروا الشبابيك. بابا بابا انا رح احترق. نورا لازم اشيلها بسرعة. يلا خلونا نحاول. بدي ارجعي لورا بسرعة. بابا احترق. يلا شباب ارجعوا. يلا 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 لورا. لا تضلي هون. يلا تعي معي. هالجنب عم يحترق، ارجعي لورا. الشبابيك يلا بسرعة، ارجعي شوي. كل لورا. نورا اصبروا شوي. ساعدونا ساعدونا. بابا ساعدنا. حاولوا يا شباب. يلا يا شباب. بابا يلا تكسروا هيك. لازم تكسروا. ديروا بالكم. يلا كمان. يلا رح اقتلك. انا رح اخلصكم كلياتكم. أيمن وقف. أبوك قال لا تنزلوا من السيارة. واختي بالباص كمان. أيمن عم قلك وقف. أيمن خليك بالسيارة. بابا. عم قلك لا تنزل. بابا. أيمن رجعوا كلياتكم لورا. حدا يتصل بالإطفاء.
شو عم تساوي؟ اعطيني اياها، خلينا نروح. يلا يلا خلينا نروح من هون. يلا شو جنيت؟ الله، عرفتوا الحداك الشرطي؟ حاجتك بأبواتك، يلا امشي. صارت وصارت، خلينا نقتله كمان. ايمن تعال هون. بابا بابا ساعد اختي. شو لكم شغل هون؟ روحوا يلا. اختي بابا شو قنبلة غازية، الكل يلبسوا الأقنعة. قلت لهم وعم يجيبوها. حاوطوا المكان يلي فيه الأقنعة، ما عم نقدر ندخل لجواته. يلا غيث، خليك رجال وطلع، أنا بدي إياك إلك وبس. إذا ما طلعت رح يموتوا كتار بسببك مرة تانية. أنا بدي أطلع بس هنن ما عم يتركوني. كل الموجودين هون قبلالين نموت مع بعض. يلا تعال خدي بنفسك. معناتها خلينا نبعث رفقاتك عجهنم بسرعة، وهيك بنبقى لحالنا منشان نستمتع شوي بقتلك. ارموا القنابل الغازية لجوا، يلا بسرعة استعجلوا. تبو زدتوا قنابل الغازية ورح نختنق. بترجاك سيدي طالعنا من هون. الله يخليك، خلصنا من هالموقف هاد. سيدي عم يهربوا، اقتلوهم بسرعة، لا تخلوا ولا واحد منهم عايش. مريم تركيني، ساعدونا مريم. أيمن قلت لكم روحوا. أيمن خليكم روحوا. أيمن ليش عم يكسر هالشباك؟ نورا يلا شباب، وين الأطفال؟ وين الأطفال؟ رح تحترق هون، ساعدونا. يلا بابا نورا رح تحترق. يلا بابا نورا بترجاك ساعدني. شو عم يكسر؟ لك انتوا ليش واقفين هيك؟ على شو عم تتفرجوا؟ الله يسامحكم. بابا انتبه، بابا عمو نجيب انتبه، بابا عمو نجيب يضرب. ايمن ما تروح لهنيك. بابا بابا ساعدني. بابا ساعدونا، ما عم نقدر نتحمل. عم نحسر لهون. ايمن بابا يلا طلعوا الباص، البسوا الاقنعة، بدنا نهاجمهم جوا بسرعة. حاضر. خلوهم يفوتوا لجوا، بدنا نقتلهم كلياتهم. ما عم نقدر نشوف شيء. اوصوا على الباب، بس على الباب، عيونكم على الباب. غيث انت جاهز؟ انا جاي لحتى اخذك. يلا تفضل يا بكهاس، وجيب لي راسك معك. وانت بس راسك بكفيني للمرة الأخيرة، سلم حالك. لك شو انت جاي هلا لحتى تدردش معي؟ اصطفل، انا عملت يلي علي، انا جاي يا بطلي. تدخل كلياتكم، يلا بسرعه كلياتكم لجوا. تعالوا تعالوا، ليش عم تصرخوا علينا؟ اضربوا الشباك كمان. تعالوا تعالوا هون، دخيلك يا رب. ساعدونا، حاولوا تكسروا الشبابيك. بابا ساعدنا بسرعه، رح نحترق. بابا ساعدها لنورا. بابا بابا وينو غيسولا؟ ما بعرف، بجوز يكون راح يتمشى بالحديقة. خيري؟ لك وين أنا ما تحكي؟ سيدي نحن بالمخبأ تبعنا. لك ليش نحن إمتى أجينا لهون؟ هلأ بدقيقتين. طيب وين ثابت والشباب؟ والله يا سيدي ثابت أمرني طالعك وهو ضل هنيك. ولك شلون هيك؟ خيري طالما هنن هنيك انت ليش جبتني لهون؟ معلم والله انا ما دخلني. في اثنين رموا قنابل مولوتوف على الباص وحرب. وسيم واحد منهم؟ ايه هو، انا شفته بس هرب. ماشي انا رح اهتم بهالشغله. اخي نجيب انت منيح؟ انا منيح حبيبتي. الله يكثر خيرك، شكرا لك. منيح منك استاذ، كنت هون متاري كلياتنا لنا صدقة جهرية، الله ساعدنا ورد البلاء عنا. أنا صار لي فترة عم ببحث، قتلنا رجال كتير وخسرنا كتير رجال، بس لسه ما أخذنا مقابل هالشي. أمتى قيمتك مثل هالنكاشة يلي بتمي، وما بتفرق إذا كنت عايش أو ميت، المهم عندي غيث. بكهاس وينك؟ ولك طلع لشوف.
وينو صاحبك يا كلب؟ احكي. من يومين ما حدا اجا. لا تكذب ولك بحط رصاصه براسك. ها والله هذا اللي صار. وينو لك؟ يلا احكي لشوف وين معلمك. لك وينو عم بسالك؟ ضاعت ولك. انا بورجيك. خذوا عني. يلعنك يا حيوان عديم الشرف. Ha 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 ha